صباح الخير لكل مشاهدي الأخبارية السورية وبرنامج صباحنا غير. خلال تواجدنا بمدينة حلب عم نحاول نرصد معكم أماكن ومهن متميزة بحلب. هذا المكان يمكن من السبعينات هو موجود هون، حافظ على نفسه، بيقدم مأكولات حلبية وأيضا مأكولات يمكن الناس كلياتها بتحب تتذوقها يوميا. رح نتعرف أكثر عنها مع أكيد أصحاب المحل وهن الأخين افو وفوسكي. فوسكي قلتون صح الاسماء مزبوط؟ يسعد صباحكم. بالبدايه خلينا نعرف يعني المحل تقريبا قد ايه صار له؟ صار له شيء 40 سنه. 40 سنه. 40 سنه. من 40 سنه انتم هون صرتوا مثل ما بنقول علامه، يعني ما حدا بيمر بالعزيزيه الا لازم يذوق راس نعناع او يذوق مرتديلا حلبيه او. طيب خلينا نحكي عن هين، كيف بلشت؟ كيف بلشتوا هذا خلينا نقول هذا المشروع لحتى صرتوا هلا جزء هيك من تراث الاكلات الشعبيه بحلب؟ نحن صايره المصلحه بالذات يعني من اجدادنا يعني وراثه يعني المصلحه هذا، كان نحن عندنا غير محل، بس جينا لهم 79 وصلنا 40 سنه عم نشتغل وبلشنا بالسجق صوصيج ومرتديلا. الكم حدا كان بالشام؟ لا بالشام لا. بالشام لا. لا بالشام لا، نحن هون يعني موجودين نحن تماما. هلا صار له 40 سنه. شو عم هلا عم نسوي توشكا؟ توشكا لحمه. توشكا كمان توشكا هي لحمة. من الاكلات الحلبيه يعني. حلبيه توابل. هلا هو عم بفرجينا سر المهنه هاي هدول. شو كمان في من الاكلات اللي فينا نقول انه هي مميزه يعني. مميزه تماما. في عندنا صوصيجو، في نخاعات، في لسانات، في بسطرمه، كلهم طيبين يعني. بس هيك الصبح اكثر شيء يمكن الناس تطلبه والله اكثر شيء السجق. سجق اكثر شيء السجق يعني. نحن اول ما وصلنا في نحن اول ما وصلنا قالوا لنا راس النعناع. ايه راس النعناع. شو هي راس النعناع؟ لحتى يعني اللي عم يسمعنا وعم بيشوف لاول مره. راس النعناع مكون باللحم حبرة. اها لحم حبرة شوية كعك توابل وفليفل وهي الشغلات ملح وقلي بصير قلي وبصير شوي. بصير قلي وبصير شوي. ايه تماما. كمان يعني انتم من المحلات اللي ظلت موجوده خلال فتره الحرب، يمكن ما في شارع بحلب ما تعرض لمشكله، ما تعرض لقذائف، ما تعرض. في ناس كانت تسال انه ليش بقيتوا؟ ليش ما طلعتوا؟ صح. كيف مرت هي الايام؟ وهلا نحن عم نقول الذكرى الثانيه على انتصار حلب، كيف شايفين هلا حلب؟ لا مرتاحين كثير يعني، بس هالسنين اللي مضى علينا كان اصعب ايام يعني، لانه كانوا قريبين علينا، مش جديد كانوا، كانوا قريبين علينا ويزتوا علينا قذائف ونحن بنرجع نشتغل، كنا صامدين وكنا اشتغلنا يعني، شلفوا كثير والله قذائف لهون، شلفوا جراب، شلفوا وصامات، بس نحن ثلاث مرات كسرنا المحل، ثلاث مرات ورجعنا زبطنا ورجعنا اشتغلنا، الحمد لله ماشي الحال يعني. الحمد لله. بس هلا يعني مرتاحين الحمد لله. الحمد لله. يعني كمان هذا الحي من الأحياء المميزة وخصوصا بهي الفترة نحن بموسم الأعياد أكيد ميلاد مجيد إن شاء الله يا رب هاي السنة تكون سنة خير على حلب وعلى سوريا كلها. هون بتتزين هاي المنطقة إلى زينة مخصصة، يمكن الحرب شوي حرمت الناس من مظاهر البهجة، هلأ اللي عم نشوف حتى مو مثل وقت السنة الماضية لسه على أحلى. كيف عم تعيشوا هاي الأجواء هلأ بحلب؟ عايشة كويس يعني. تحضيرات الميلاد والزينة زينوا الشوارع وزينوا الحارات يعني مرتاحين جدا يعني. حلوة حلوة هيك ترجع مرة ثانية هيك الشوارع مثل ما كنا بنعرفها زمان قبل سبع سنين قبل ثمان سنين. زينا الشوارع زينا الحارات يعني صار شيء حلو حلو يعني والحمد لله مرتاحين يعني. مرتاحين الحمد لله. بهمة الجيش بهمة كذا مرتاحين الحمد لله. واللي سافروا عم برجعوا هذا شيء كمان حلو. واللي سافر الارمن عم برجعوا ما سافرتوا مع انه انتم من كثير اجاكم اكيد شيء انه تطلعوا تسافروا او شيء. ما طلعنا ضمينا صنديو ضمينا اشتغلنا والحمد لله
ماشي الحال يعني. الحمد لله ماشي الحال وعم اشتغل. هلا الناس ممكن اوقات تستغرب، تعود انه مهنه مثلا اب وابن، جد واخين. والله نحن اخين وعندنا شباب. هلا صار ابني وابنه كمان بلشتوا تعلموا الشباب؟ موجودين معنا الشباب عم يشتغلوا كمان عم يشتغلوا ماشي الحال. نحن صناعيه ما في لا نحن بنشتغل بايدنا. هذا اللي بيخلي كمان لسه طبعا. هلا في ناس في محلات بتقول لك انه سر هذا المحل هو بالخلطه، بس هو خلطته طيبه. في ناس تقول لك لا، مثلا طريقه تقديمه، طريقه شغله، شو اللي بيميز بيميز افوفوس كان؟ طريقه اللحمه مضبوطه، طريقه اللحمه والتوابل، شغل مضبوط، نظافة كمان شغلة بيدنا بنقدم للزبون يعني. هلا ما بعرف اذا مبين الصوت على الكاميرا، عم يطلع صوت هلا الخشة هي هي، والريحة بلشت تطلع. يعني هلا نحن كثير مشتهيين ندوق، اكيد اللي عم يتفرج كمان، بس مو مثل مو حاسس باللي نحن حاسين فيه. هلا هلا شو عم نعمل؟ هلا عم نعمل توشكا. توشكا اوكي. هلا هي الجبنة مشان نحطها تماما. في سجق مع الجبنه، في كباب مع الجبنه، في كباب مع الجبنه، بس لانه الصبح يمكن رح ناخذ الجبنه. بس مو بده توشكا. اوكي بس مو مشتاق على توشكا، بس نار. شايف النار؟ اوه لا، في سندوتشات مميزه كله تمام. يعني هي ال خليني اقول هي الـ 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 الاماكن مثل ما بيقولوا هيك بتعطي الانسان مثل ما هو بياخذ منها، بيتطبع فيها، بتتطبع فيه. شو اكثر شيء بتحس انه انا هذا الشيء بلاقيه بحلب ما بقدر الاقيه بمكان ثاني وين ما رحت بالعالم؟ لا اكلاتنا حلبيه مميزه، ان كان الحلويات، ان كان سندوتشات، ان كان كل شيء يعني. حلب غير اكيد غير اكيد 100% غير يعني. يعني احنا اذا سمنا هلا بنعتذرنا المشاهدين اذا رجعنا على الشام هيك سمنانين بعد هالكم يوم تغطيه، فهو ما بنقدر، ما حدا بيقدر يقاوم الاكل الحلبي. هي هيك مرحلة ثانية بدها ترجع تنحط مرة ثانية، ترجع تسيخ الجبنة فوق اللحمة. ما عاد ما تحمل تماما. اكيد هلا احنا بنسوي سندوتشات مميزه، يعني قال لها السجق بنحط عليها الجبنه كمان طيبه، في راس نعناع مع نخاعات كمان، هذا اكله مميزه كمان، في السنات سلطه مميزه، في شغلات كله اكيد مميز. رح نشوف نحن هلا بعد شوي شكل الساندويتش بالشكل الاخير قبل ما نختم فقرتنا معكم لليوم. اكيد شو بتحبوا تعايدوا يمكن الناس اللي عم بتشوفنا عم تحضرنا نحن هلا بهي الفتره، سنه ثانيه بانتصار حلب وبزمن الميلاد وراس سنه، شو بتحبوا تعايدوا كل يلي عم بيتابعونا؟ ان شاء الله نشوف السنه الجايه على احسن، وعقبال كل سنه للشعب عقبال كل سنه نضل عم نيجي وناكل اكلات طيبه. الله يرحم شهدائنا. امين يا رب. لكل سنه الشعب سالم ورئيسنا سالم والجيش السوري تبعنا راسنا كمان، الله يدين سوريا والله يدين الرئيس فوق راسنا. شكرا شكرا لكم، شكرا هيك استضفتونا شوي بهذا الصح. هو المكان كثير صغير بس ريحة الدفى والمحبة اللي موجودة فيها هي كثير كبيرة. شكرا لكم، يعطيكم العافية. هلا رح نرجع هيك نفرجيكم لقطة على السريع كيف طلعت السندويشة قبل ما نمشي. يلا بنكون خلصنا فقرتنا لليوم، كنا معكم عم نفرجيكم اكلات شعبيه وتراثيه بتتميز فيها مدينه حلب، من مكان بسيط تحول لمعلم من معالم العزيزيه ومقصد لكل زائر الى مدينه حلب. باي باي.